شكرا الحين ان شاء الله. انزين ناتي حق الاديشن اند سبتراكشن. الحين احنا بالكمبيوتر اوكي ذس از اوبن 532 بالكتاب. انا اذا تسمحوا لي العمليه الطرح بعتبرها جمع مع نيجاتيف اوبرانس ماشي، لاني ودي يصير عندي شيء سيستماتيك. احنا لما نسوي ديزاين حق سيركت شيء ثابت وتدخلون عليها معلومات ديفرنت اوكي، فانا هذا اللي بيوصل لك ان اتس فيكس سيركت. فابي اسوي لذلك احنا دائما بنوصل حق سيستم واحد حق الكل، ما بكل شوي يعني ما بي يعني مثلا ما بتقولوا لي مثلا انا سويت ديزاين حق سيركت هذا يصلح بس حق الارقام الموجبه. عندك رقم سالب لحظه شوي، هاي سيركت ثانيه هاي سيركت ثانيه قاعد حق الارقام السالبه. اوه لحظه انت اذا الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني استعمل السيركت هذه، اذا الرقم الثاني بالطرح اكبر من الرقم الاول لا استعمل السيركت. فبالاخير صار عندي اربع سيركت. انا ما ابي كذي، ابي شيء واحد حق الكل، ابي اركب جيتس اند واور وكذي ها واركبها حق الكل يشتغلون. زين فهمت المقصد مالي شنو ابي اسوي؟ زين فالحين لما انا عشان يعني اول اختصار ابي اوصل له، لما يكون عندي رقمين A بلس B هذه حق الاثنين سواء موجب سالب كل شيء، اذا عمليه طرح ابي اطرح A ماينس B فبعتبرها A بلس ماينس B، فاعتبر ان الاوبراند B هو السالب. زين اتفقنا؟ زين نرجع الكتاب الحين هايلايت these lines please. عندنا it is necessary to investigate their use in arithmetic operations. زين ال representation احنا مو درسنا الحين، الكاتب شو يقول؟ الكاتب يقول ترى احنا درسنا representations of negative numbers، لان ال positive مثل ما سارة سعاد سوري مثل ما سعاد قالت لنا ساعة ترى ال positive كلهم نفس الشيء. ايش معناته ان كلهم نفس الشيء؟ معناته ان when I add two positive numbers in any of the three representations it will be the same. فهذا طلعناه مرتاحين. Adding two numbers تذكرون لما قلنا بتة مع بتة يعطينا شنو؟ يعطينا يا 1 يا 2، بس قلنا generic دائما يعطينا sum and carry، قلناها بالشكل هذا. فإذا كان عندي two bits X Y هذا 2 bits فيعطيني السم ويعطيني شيء ثاني الكاري. الكاري هذا لو كان عندي X Y ثانيين على فرض ان هذا X0 X1 Y Y0 Y1 الكاري هذا راح اخذه وادخله هنا مره ثانيه صح؟ فيعطيني هذا يعطيني شنو؟ يعطيني السم هذا سم 0 هذا سم 1 مع كاري. انا احب ان الكاري بحطه هني كاري 0 هذا كاري 1 عشان شنو؟ الناتج اروح اغذيه هني وهذا الناتج مال هذا والكاري اروح اغذيه باللي بعده. هذا اذا كان عندي اكثر من اذا كان عندي اكثر من بت ابي اجمعهم مع بعض بيصير بالشكل هذا. شوفون كامل ها؟ زين يعني اذا 2 بتس اجمعهم هذه الطريقه. إذا أكثر من بت راح أجمع الأول مع الأول والناتج يعني مثل ما نجمع بالرياضيات. هذا بالنسبة حق الجمع. زين فايش قال لنا هني؟ addition of positive numbers is the same مثل ما احنا اكتشفنا تونا. زين significant difference when negative numbers are involved، تغير كبير راح تشوف. فالحين sign and magnitude نبشي بأول طريقة. sign magnitude على الرغم من انها اسهل وحده في التمثيل اصعب وحده في التطبيق. ليش؟ انا اذكركم تذكرون لما كنت بالابتدائي اعطوكم جمع رقمين كان سهل، بعدين لما علمونا عمليه الطرح قالوا عندنا 9 كوار في الصندوق خذينا منهم كرتين كم بقى؟ فكنا نعد اللي باجي. فالطرح كان بالشكل هذا، بس
صعبه كانت علينا ان لما تكون مثلا ثلاث كور نشيل منهم تسع فيطلع سالب، مطلوبين احنا لازم ندفع هكذا بالسالب، هاي كانت وايد صعبه علينا صح؟ فكان علمونا الطرح، علمونا شنو؟ علمونا الكبير نطرح من الصغير، تذكرون؟ ليش؟ لان كان في different cases، كيس حق كل واحده، اذا ارقام اثنين موجبين لهم كيس، اذا واحد منهم سالب في كيسين، الاكبر كان الاول غير الاكبر كان الثاني، two cases. ففيها cases، فلذلك قال لنا المؤلف هنا if the operand have opposite sign the task becomes more complicated. Okay, this means that the logic circuit that compares and subtract numbers are oscillated. فنبي circuit compare وتشوف من اكبر حتى توجه السيجنال تروح وين. It's very headache. يعني مو نفس السيركت اطبقها، هذه اكبر استعمل هذه السيركت، لا استعمل سيركت الثانيه. هذا ايش فيه؟ ريكوردينج؟ اوكي. For this reason, the sign magnitude representation is not used in computers. فما راح نستعملها. والتمثيل الأرقام السالبة في الكمبيوتر مو بطريقة sign magnitude. ماشي؟ إنزين. إني حق المرشح الثاني. من المرشح الثاني اللي ممكن يفوز الones complement. الones complement. فاستعرضنا بس مو وايد، يعني ما خلت وايد مننا flip order bits. صح؟ يعني كانت مقبولة. There are four cases to consider. مثل ما تحكينا تونا. فالحين هذه الفور كيسز كاهي بالصفحه هنا مثل ما نشوف. خلينا ندرسها زين، انتبهوا. هذه فور كيسز. الكيس الاولى هذه لما يكون الرقمين الاوبرانس يعني المعاملات، الاوبريشن يعني العمليه، ها؟ المعاملات اثنينهم بوزيتيف فعادي. الواحد جمع مع الصفر طلع واحد، الصفر جمع مع الواحد طلع واحد، وهلم جرى الاخير. فالحين نفس الرقمين هذيل، نفس الرقمين هذيل لو حطينا واحد منهم كان سالب. انا سويت اوتو فوكس، انا جيت بسوي زوم. كذي اوضح؟ انزين، شفت الرقمين هذيل؟ الاول كان سالب، الثاني كان موجب، شفتوه؟ زين. ايش صار هنا؟ السالب، شو معناته سالب؟ باي طريقه يا بنات؟ وانس كومبلمنت. فلاحظوا، هل هذا مطبق بطريقه فيرست وانس كومبلمنت؟ الخمسه تنكتب 101 صح؟ مو 5101؟ نعم. شنو؟ هذا؟ هذا كيرسر، هذا كيرسر، شوف اوخرها. ها هذا زين. قبل لا اجاوبك ممكن تجاوبيني السالب 5 شنو بالوانس كومبلمنت؟ اول شيء نطلع الخمسه، بس اسالكم هذا كم بت؟ فاربع بت، يعني هذا غلط. ليش كذي غلط؟ صح؟ هذا لازم يصير كذي صح؟ هذا الموجب ماله، موجب خمسه. الوانس كومبلمنت شو يسوي؟ 1010 يصير كذي صح؟ ها؟ وهذا نفس المكتوب هنا 1010 شفتوه؟ مو نفسه؟ نفسه. فهذا السالب خمسه بطريقه الوانس كومبلمنت، ابي اجمع معاه اثنين، هذا اجمع اثنين. الحين شوف ايش صار، صفر زائد صفر نزل صفر. الحين واحد زائد واحد يساوي كم؟ يساوي اثنين. اثنين شلون تنكتب بالباينري؟ صفر وباليد واحد بالكاري. فكان هذا الصفر واليد حطيت يدي هني فوق، حطيت واحد بس مو مكتوبه. بالكتاب كتبوها عشان تتذكرون. فكني اجمع واحد زائد صفرين يطلع واحد. ان شاء الله.